السلام عليكم، معكم فاتحة من قناة بدر فاتحة وان، ومرحبا بلالة مولاتي عندي في الدار. الصراحة جاتني حيت كنت كنمر من ظروف خيبة شحال هادي، والحمد لله دخلت لهاد الخدمة. صراحة المواقع الإلكترونية حيت كنشوف الناس بزاف خدامين بها، داكشي علاش انا كنت بحالي بحال الناس خدمت والحمد لله. صراحة انا كنت جالسة ترونكيل بحالي بحال كاع الناس، كيدخلوا عندي الاصدقاء اللي متبعيني في المواقع كيقولوا لي سيري بدلي اللوك ديالك، سيري راجلك راكم عارفين دابا اي مرأة كتبغي تكسب الراجل ديالها، اي مرأة كتبغي تخلي راجلها ما يشوف حتى شي مرأة اخرى. انا جاتني الفكرة قلت صافي غنحاول نبدل الشخصية ديالي، حيت راجلي يعني اي راجل دغيا كيمل من مراته وهادي، قلت زعما نقاد الحالة ديالي. مشيت بغيت ندير التجميل او لا بغيت نزيد شي حاجة، زدت درت الفيلر اللي صراحة تصدمت واحد الصدمة اللي عمري نساها. وانا غنصح الناس باش حتى شي واحد ما يغلط الغلط اللي غلطت انا، داكشي علاش بغيت نبارطاجي مع الناس كاع هادشي. وانا ما همنيش وجهي غنطلع معاكم هكا وعندي عادي، حيت اختي داكشي اللي وقع لي انا ما بغيتوش يوقع لشي واحده اخرى. مشيت عند واحد السيده يعني ماشي اختصاصيه، حيت كون كانت اختصاصيه ما غاديش اصلا يوقع لي انا هادشي. دابا انا راني واخده الدواء، خديت انتيبيوتيك حيت عندي ميكروب دابا لتحت الشفه ديالي، ولا عندي حاشاكم القيح، وحتى هنا حتى الهضره ديالي ما بقيتش كنقدر نهضر مزيان، وليت بحال معنكشه، وهنا عنقي كله ولسيس، وعينيا دابا راه عينيا خديت ليها الدواء عاد فاش وليت بحال وجهي بدا كيتفش، والمشكله السم طالع ليا لهاد الجهه ثاني، حيت انا كانت المره الاولى هادي السم داير ليا على هاد البلاصه. انا دابا المشكله هضروا معايا ناس قالوا لي وقعوا لهم ديجا هاد الشيء، راه يقدر القيح يجلس لك في الراس ديالك، هادشي اللي خفت منه، ونقدر نولي في عمليه يعني جراحيه باش يتحيد ليا هادشي هذا، حيت انا راني مصدومه وما كننعش في الليل، كنبات الليل كامل وانا العنق ديالي شادني بحال التنفس ما بقيتش كنقدر نتنفس، وحتى الهضره كنحس بحال هنا مشكرف ليا فمي. هادشي كامل بسبب عمليه التجميل، وما تمشيوش عاد من ما كان. وهاد السيده اللي دارت لي هادشي هذا راه ما غنسكتش، وانا كنقولها وغنعاود نقولها، الا ما تعالج ليا وجهي وما حيد هادشي فراه القانون بيناتنا. درت فيلر، ها هو راه هنا غيبان لك واحد شويه ديال القيح هنا في البلاصه ديال البره. هي السيده ملي بغات تخشي ليا ديك البره ديال الفيلر، انا كنتفرج في الناس، انا ماشي اول مره غنشوف هذا الشيء، كنتفرج في البنات كنشوف اي بنت كديرو كيزرق ليها يومين ثلاث ايام كيولي فمها غزال. درته انا قلت غيزرق ليا غير هنا، درت هي شنو قالت ليا، قالت ليا غنقاد لك حتى دوب المونطو غنحيد لك هذا. السيده واش حالفه فيا، واش محرشه عليا شي حد، انا مازال ما عارفاش حتى شنو كاين، حيت فاش الطريقه اللي خشات ليا البرا هنا وجلست كتغزل ليا فمي، هذيك الطريقه ماشي عاديه. بكثرة انا داكشي اللي شفت جاتني بحال ايموغاجي، بقيت فم ديالي كيشرشر بالدم، كنقول انا شنو هادشي، شنو هادشي هذا اللي وقع ليا انا، وحتى البرا يمكن دقاتها ليا بالغلط. هادشي انا مازال ما متاكداش، حيت مازال غنمشي عند اختصاصي طبيب باش يقول لي شنو هادشي اللي وقع، والسم اللي فيا هنا هذا مازال غنصوره وما غاديش نسكت، حيت اي حاجه كنخليها عندي بالدليل، واي حاجه كنصورها باش ما نتعرضش لشي حاجه وبنادم ينكرني. صورت حتى البلاصه فين مشيت وما بغيتش نبارطاجيها مع الناس، كنقول حتى نفهم شنو وقع ليا هذيك الساعه نبارطاجي مع الناس كل شيء. دابا خويا 4 ايام باش وقع ليا هذا الشيء، كنقول نهار على نهار غيتفش، نهار على نهار غيتفش. تخيل درجه تسدت ليا عيني ولات كتخرج الماء، كنقول انا واش هذا دموع، الدموع معسل كيتلصق، الدموع نورمالمون كيكون غادي بحال الماء، انا داك الماء اللي كيخرج ليا بحال العسل كيتلصق.
صافي يعني كنقولوا انا واش هادشي من العينين ديالي، يعني واش انا فيا المشكل ديال الحساسيه، حيت بزاف الناس دوخوني كيقول لي انت عندك حساسيه، انت راه غيكون عندك هادشي ما جاكش. انا كنشوف العالم باسره داير عمليه تجميل، داير فيلر، كاين اللي مقطع وجهه من هنا وجار ومجبد الوجه. انا خويا ما درت شي حاجه، انا درت غير بغيت نعمر فمي، بغيت نولي انا بحال الناس ديال هاد الوقت هذا، كلشي كيقاد وصافي هادشي اللي كاين. جيت فرحانه في الاول، قلت فمي غيولي واحد الفوليوم زوين، غادي حتى انا نولي بحالي بحال الناس، راجلي غيفرح حيت راجلي كيعجبو الزين، قلت غادي نفرح وغادي راجلي غيفرح. مشيت دخلت البيت فرحانه وقلت غنوجد لي لا سوبريز، نقاد لي عشاء، مهم بحال غنغير وغنحسن من العلاقه الزوجيه ديالي انا وياه. على نيتي جالسه كنشوف فمي بديت كتنفخ بحال تقولي شادني وداير لي شي سم كيقرصني. الفيلر ما غيديرش هكا، هذه ماده يمكن دارتها ليا ماشي هي هذيك. وانا مازال كنقول وكنعاود نقولها هادشي راه ما غنسكتش عليه. جلست تقريبا ما كاملاش ليله، حتى الفم ديالي ولا بحال تقولي شادني وضاربني رموك هك عامر ليا الفم، قد هك خرج فمي، خرج كان على الفم بوحدو اللي خارج. شويه بدا كيطلع لي السم من هنا، هو كيطلع وانا كنحس به هنا، البلاصه حمارت ولات لي كلها بحالك طلع معايا النمل. وانا صابره كنقول هادشي راه واقيلا غير مع اول مره غنستعمل هادشي عادي. الغد لي صباح وجهي كله منفوخ، العين ديالي بدات كتاثر حتى هي من هنا. صبرت تما ملي شفت القضيه حامضه بديت كنشر في الفيديوهات، حيت ما يمكنش نسكت، ما يمكنش راه اصلا لا سكت على هادشي راه بنادم يقدر ينكرني، وانا ما غنسكتش على هذا الشيء. بقيت كنصور وكنبارطاجي، ملي بارطاجيت الفيديو ديالي تفرجوا فيه بزاف ديال الناس، وكل واحد شنو كيقول لي، كاين اللي كيقول سيري على الطبيب سيري، كنقول انا ما نتسرعش نمشي عند الطبيب، ما ربما يكون هذا الشيء غير فيلر عادي. دابا فاش مشيت خديت انتي بلوتيك الحمد لله بدا الفم ديالي كي ما بقاش كما كان مزير، ولكن هنا كنحس به بحال راه طالع معايا السم في هذه الجهه هذه عاود. لا خويا انا كما قلت لك كنتفرج في المواقع بزاف، كنشوف هالي قادت لاطاي، هالي قادت الفم، هالي قادت، المهم كلشي كيدير هادشي. حنا ولينا في زمن التغيير. جاتني الفكره دخلت عندي واحد الصديقه قالت لي شوفي سيري دابا اصلا راه البنات خصهم المهم راك عارف دائما الانسان خصو يغير. بقات كتغري لي سيري قطعي شعرك، سيري قادي حالتك، سيري ديري هادي. انا مرات تعقدت بحال هذيك السيده علم الله شكون مصيفطها ليا. نط انا على نيتي جالسه مشيت لعند ديك السيده، بحال كاع الناس كلشي كينفخ كلشي كيقاد، مشيت عندها بحال واش هي براسها ما فهمتهاش الطريقه ديال الهضره. انا كنقول لها اخت ما كنفهمش فرونسي، هضري معايا بالعربيه. هي كتقول لي جوج كلمات العربيه واش الاخر كدوخني به بالفرونسي. كنقول لها هادشي واش مزيان، انا راني فيا الحساسيه. كتقول لي نو هادشي وكتهضر بالفرونسي. صافي قلت انا غمقت عليا السير على الله، درت داكشي جيت للدار كما قلت لك اخويا بقيت مصدومه. والان باقا كنترعد كنقول واش وجهي غيبقى ليا بحال هكا ولا غيطلع ليا داك القيح، حيتاش الناس عاودوا ليا بلا كيطلع القيح للمخ ديال الراس. وانا راني ما مستعداش، انا عندي جوج بنات وخدامه عليهم وما مستعداش الله يستر توقع شي حاجه، حيت راكو عارف كلشي بنادم الله يلطف وصافي. وانا ندمانه بزاف وما غنصحش البنات. وانا راني علاش بغيت ندير هذا اللقاء هذا باش حتى واحد ما يمشي عاد من مكان. انا دابا ندمانه وندامه كتاكلني وكنقول يا ريت انا تبارك الله كنت زوينه، كنت ايه من الجمال، ما كان ناقصني حتى شي حاجه، نيفي في بلاصتو، فمي في بلاصتو. حنا ربي عطينا حقنا في الزين، ولكن الشيطان كيدخل، الشيطان كيدخل اخويا. هادشي اللي كاين. ردت الفعل ديالو كانت خايبه، وزادت هذيك اصلا بحد ذاتها زادت مرضاتني وزادت عليا الاكتئاب. وزادت انا قلت هاد السيد هذا درت على قبلو هاد الشيء، ريسكيت بالفيزاج ديالي، ريسكيت بصحتي. يعني انت كتغامر
براسك على ود واحد السيد، شنو انا الاستفاده ديالي؟ انا بغيت غير نعيش معاه هانيين. الرجال دابا ولاو كيشوفوا البنات في التيك توك، ولاو كيشوفوا البنات في انستغرام، كلشي ولا منفوخ، كلشي ولا تبارك الله ما كاين على الله يعطيك الصحه. قلت هذا اللي غيشوف ليا في التليفون يشوفني انا. ملي جيت عنده غامرت براسي وجيت، شنو دار هويا؟ ما قالش لي حتى يشد عب خاطري، عاب العاني ما يديرش داكشي بالصحه، يقول لي عاب العاني، يقول لي انتي درتي هادشي على قبلي، ماشي مشكل، ويساندني وقف معايا. هو السيد ضربني بركله، قال لي انتي جداك ديري هادشي وانتي شركتي بالله، واخا انا عارفه هادشي حرام، ولكن انا بغيت نفرح راجلي، لان ربي قال لك المراه خاصها تقاد راجلها وصافي. وانا داكشي اللي درت، انا ماشي درتو على قبل الناس، انا بغيت راجلي ما يشوفش شي حد شي وحده اخرى. هادشي اللي وقع. شكون اين الناس اللي هاد الناس؟ غنقول لهم دابا ميساج وغنسد هاد الموضوع، غديروا معايا حل هاد الشيء. الا كان هاد الشيء تعمدتوا انكم ديروا فيا، حيت انا كنشوف الناس العالم دايره هاد الشيء وما وقعش لي هاد الشيء هذا. الا كان هاد الشيء متعمد انه يدار ليا، فانا راه بيناتنا القانون. كان هاد الشيء غلط وكنتو نتوما ما قاصدينش، فانا راه ما غنسكتش على حقي. واي حاجه والادويه اللي خديت راه خديتهم غاليين، هذاك الانتيبلوتيك ولا اي حاجه خديتها لفمي، راه داك الشيء ماشي رخيص. انا راني خدامه على ولادي، وما يمكنش انا مشيت نقاد حالتي غنصدق كنخسر على راسي في الفلوس. هادشي اللي غنقول لهم، بيناتنا القانون، انا غنزيد نصبر وغناخذ الادويه، ولكن اي حاجه كتبقى عندي في الدار، اي دواء خديته راه كلشي عندي مسجل بالوراق، وهادشي اللي كاين. باش هما، باش نقول لك واحد الحاجه، انا بغيت نوصل ميساج لهاد السونطرات اللي كيديروا، اللي ناضت كتحل السونطر التجميل وكتجي تقول لك انا راني مختصه، سيري اختي قراي على التجميل، قراي على هادشي ديال تقادي الناس وداكشي، عاد نوضي خشي فيهم براوات. انت راه ملي كنتي تخشي ليا البرا، راه ما كتخشيش ليا البرا كتقاديني، انت راه بحال محلف عليا. انا برا بكثرة الخلعه راه جاتني ايموغاجي ولا فمي كيشرشر بالدم، كنقول هي كتصايب، وانا كنقول هادي مالها، واش حقاريه فيا حسيفه؟ كنتفرج في الناس وكنشوف التعامل ديالهم كي داير، كيدوز لك شويه الدم، كتمسحو بكلينكس كيولي فمك هكا كيدير، هي راه ولا الدم كيشرشر هك. يعني الطريقه ضربت ليا البرا فشي بلاصه ماشي هي هذيك. ها هي القيح فين باقي هنا، ما عرفتش غيبان في الكاميرا ولا لا، ولكن القيح هنا خارج ليا. مازال انا قلت لك دابا 4 ايام باش انا وقع لي هذا الشيء، ومازال لحد الان كنتسنى، حيت هي شنو قالت لي فاش دارت لي هذا الشيء؟ قالت لي غيتنفخ لك فمك وغيزرق. انا كنتسنى نشوف، حيت راه قلت لك راه كلشي عندي بالدليل، كلشي مصور، كلشي بالدليل، نهار والوقت فاش درت هاد الشيء، ودايره فيديو عندها في الصونط، حيت انا كنت غنبارطاجيها مع الناس ديالي اللي متبعيني، كنت غنقول لهم راها فين درت الفيري، حيت كون صدق ليا كنت غنبارطاجيها بنيتي صافيه. ملي وقع لي هاد الشيء صافي، عندي الفيديو مصوره عندها هكا، كندير في كنفلوغي عندها، شفت القضيه حامضه، ما بقيتش بغيت نحطها، قلت خليت نشوف شنو غيوقع. ما يمكنش نقدم الناس انايا، انا تقدمت، ما يمكنش نقدم معايا حتى الناس. شو انا دس من هاد التجربه، وخا صراحه كانت اخيب واسوا تجربه درتها، غنقول لكم حمد ربي بالنعمه اللي عطاكم ديال وجهكم، كل لا واحد عطاه ربي حقه في الزين. حنا كنطيروا، ها اللي بغات تطلع نيفه الفوق، ها اللي بغات تنفخ قنوفته الفوق، ها اللي بغات تشد حنوكه تطلعهم الفوق، علاش هادشي كله؟ انا خويا هاد الشيء، هادشي اللي وقع ليا بالناقص من الراجل ويجي منه. انا قلت نتقاد راجلي، عايب قالي وجهي زوين، ما عندي ما ندير لا بالتقاديد لا والو. انا راه اصلا ما بقيتش باغا نشوف هاد الشيء في المواقع، طلع ليا حيت كنتغرى، كيجيني الاغراء. اللي باغا تفكر دير تجميل، شوفي وجهي مزيان، شوفي مزيان اختي الولسيس اللي عامر ليا هنا في عنقي، وشوفي اختي هنا كيطلع لي السم، وتراجعي وما تبقاوش اللي قال لكم شي حاجه تسمعوا ليه. وغنقول ميساج للصحاب هادو اللي كينوضوا
يخربقوا في الوجه الناس تقاو الله. راه واحد الانسان جيا خلصه زباله الفلوس، هادشي راه ماشي رخيص، هادشي راه غالي، جيا مخلصه زباله الفلوس، تعاملي معاها مزيان وديري لها داكشي بخدويات مزيان، ماشي ديري لها انت بخدوي ما عرفتوه انايا واش رخيص ولا غالي ولا من جايباه وتجلسي كترشقي في السيده، راه حشومه. والله يهدينا، هادشي اللي غنقول لك والله يسمح لي، حيت انا اكبر غلط درته هو هذا في حياتي. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.